احتفل الحوثيون في اليمن بذكرى المولد النبوي بمظاهر لم تألفها اليمن من قبل، وهو ما دفع قوى سياسية وحقوقية يمنية لاتهام الحوثيين باستغلال المناسبات الدينية لتحقيق أهداف سياسية. وتتزامن احتفالات الحوثيين مع بدء نزوح آلاف من سكان منطقة دماج السلفيين من موطنهم الأصلي في صعدة إلى محافظة الحديدة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين. بينما كان الحوثيون الشيعة في اليمن يحتفلون بذكرى المولد النبوي بطريقة لم يألفها اليمنيون من قبل، كان الآلاف من سكان منطقة دماج السلفية في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون يغادرون منازلهم بشكل قسري متجهين إلى محافظة الحديدة وفقا لمقتضيات الاتفاق المبرم قبل أيام لوقف القتال بين الحوثيين والسلفيين. تعذر تصوير ذلك المشهد لأن السلفيين يحرمون التصوير. تفسير كثير من اليمنيين لاحتفالات الحوثيين بتلك الطريقة اختلف عن تفسير الحوثيين لها. إنما يكون الاحتفال بالمولد النبوي استعراض للقوة أو إظهار للسياسيين أننا إحنا موجودين هنا أو في مركز قوة، فهذا أعتقد أنه أصبح احتفال النبي له دخل في السياسة. إن من حق المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي، بس مش بالطريقة المبالغ بها في يعني مثل ما بفعلوه. من يقولون أن هذا اليوم هو يوم استعراض، هؤلاء واهمون، وهؤلاء حاقدون، وهؤلاء عملاء للغرب ولإسرائيل ولقطر ولتركيا. احتفالات الحوثيين بمناسبة دينية بطريقة غير معهودة وإغراق شوارع العاصمة صنعاء براياتهم وشعاراتهم وتزامنها مع تهجير آلاف السلفيين من منطقة في دماج آثارت حفيظة كثير من القوى السياسية في البلاد. ليس هذا بأول تهجير لجماعة الحوثي، فقد هجرت الطائفة اليهودية من قبل، وهجرت القبائل، وهجرت أكثر من 150 ألف من أبناء صعدة ممن لا يوافقونها سياسيا أو مذهبيا، واليوم يهجر أهل دماج، وهذه جريمة ضد الإنسانية. كثير من رجال الفكر والسياسة والإعلام في اليمن حذروا من تداعيات تلك التطورات، فوزير الإعلام علي العمراني وصف تهجير الحوثيين لليهود قبل سنوات وحاليا للسلفيين من موطنهم في دماج بأنه سابقة لم تشهدها اليمن منذ 3000 عام، كما اعتبرتها منظمات حقوقية جريمة ضد الإنسانية. إلا أن بعض القيادات الحوثية قالت إنها لا تمانع في استمرار معهد السلفيين في منطقة دماج، فيما ساق حوثيون آخرون مبررات لاحتفالاتهم بتلك الطريقة مذكرين بحجم تواجدهم في الساحات. نريد أولا أن نقول أننا قوتنا بحمد الله واضحة، ووجودنا في الساحات وفي الميادين واضح، ولا نحتاج إلى مثل هذا الاستعراض، كما أننا حتى الآن نتهم بهذه التهمة ندعوهم إلى المشاركة. ما بين احتفالات الحوثيين الشيعة بالمولد النبوي ودموع السلفيين المهجرين من دماج تختبئ كثير من ألغام الصراع المذهبي التي تهدد مستقبل اليمن، ما لم يتدارك اليمنيون تداعيات ذلك الحدث. عبد الله غراب، BBC صنعاء.